بالتأكيد النقاط لأحد الفريقين، والمكسب الأكبر هو لدوري روشن للمحترفين. هذا الظهور للكبار حامل اللقب والأهلي أيا كانت المكان، أو حتى خلينا نقول المكانة في الترتيب، أو غياب عناصر أو حضور عناصر، يبقى لقاء الهلال والأهلي هو لقاء الهلال والأهلي. أنت تروح لمن بكرة؟ أول شيء أكبر أزمة فنية يعيشها النادي الأهلي هي غياب الحارس مندي. تعرف قوة مندي وتعرف قيمته الفنية، وتعرف إنه في العديد من المباريات توقف أو تصدى لكور من المفترض أن تكون أهداف. فمندي يعني كأنهم خسرانين نص الفريق. ومع احترامي لعبد الرحمن الصبان، ليس ولا 30% من أدائه شفناه أمام القادسية في المباراة الماضية. إجمالا إحنا لازم نقول إنه لما تجي لمباراة كلاسيكو تستعرض الأمور قدامك، من الناحية الإدارية الاستقرار موجود في الهلال، الناحية الفنية خصص هزم كل المدربين، وجود لاعبين وكم كبير من اللاعبين في نادي الهلال القادرين على التسجيل، حتى لعيبة الأطراف، وما يميز الهلال في المباريات الماضية أطرافه. يعني لما تتكلم عن سالم يسجل، مالكم يسجل، سيفيتش يسجل، متروفيتش يسجل، نيفز ممكن أن يسجل. يعني بالنسبة للأهلي كيف دفاعه سيستطيع أوكي أنه يوقف هؤلاء اللاعبين.